وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث السياسي السوري حسن النيفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن. بداية، نحو 400 من أعضاء الكونغرس يطالبون ترامب بالتدخل لإيجاد حل للصراع في سوريا، كيف ترون هذا التغيير في المواقف من الإدارة الأمريكية ومن الكونغرس؟ تحية لكم والسادة المشاهدين. لعل هذه المطالبة هي الرد الواضح على قرار ترامب الذي اتخذه في كانون أول من العام الفائت حول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا. ونعلم نحن آنذاك أن هذا القرار أثار إرباكا شديدا، ليس بالنسبة إلى حلفاء أمريكا في المنطقة، بل أيضا داخل الإدارة الأمريكية ذاتها، لأنهم أدركوا تماما أن هذا الموقف لا ينسجم مع مجمل الاستراتيجيات الأمريكية سواء التقليدية أو الحديثة فيما يتعلق بالمنطقة. وكانت هناك الكثير من المعطيات كانت تشير إلى أن هذا القرار الذي اتخذه ترامب، الذي يمكن وصفه بالارتجالي أو ما سوى ذلك، لابد أن يتم الرد عليه أمريكيا لتتبلور الصورة بشكل جيد. أعتقد هذا الموقف اليوم من أعضاء الكونغرس هو يجسد الرد الأمريكي أو رد الساسة الأمريكيين ورد الإدارة الأمريكية الواضح على قرار ترامب، والذي ينسجم حقيقة مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في المنطقة، خاصة حيال مواجهة إيران بعد الانتهاء من حرب داعش. طيب، هل الأمر يتعلق فقط بالانسحاب الأمريكي من سوريا وقرار ترامب في الفترة الماضية، أم للصراع بين إيران وأمريكا دور في هذا التحول في الإدارة الأمريكية؟ واقع الحال أن الصراع الأمريكي الإيراني على الأرض السورية هو صراع في غاية التعقيد، ولا نتوقع أنه يعني سوف يمضي بسهولة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس النقائض الحقيقة. يعني هي من جهة تطالب إيران بانسحابها من سوريا، وفي الوقت ذاته هي تحافظ على بقاء بشار الأسد. المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن ارتباط إيران بنظام بشار الأسد هو ارتباط عضوي، وليس مجرد علاقة بين دولتين ترتبطان بارتباطات مصلحية. فإخراج إيران من سوريا مع الإبقاء على نظام بشار الأسد، هذه مسألة في غاية التعقيد، في غاية التناقض. يجب أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية موقف واضح، لأن إيران هي لا تقف إلى جانب النظام عسكريا فقط، وليست العلاقة الإيرانية مع نظام الأسد هي وليدة اليوم، هي علاقة تاريخية. منذ أن وصل الخميني إلى السلطة انحاز حافظ الأسد آنذاك، انسل من المظلة العربية إلى المظلة الإيرانية، وإيران تخترق الدولة السورية اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا ومن كل الجهات. أنت قلت أن المواجهة بين إيران وأمريكا معقدة للغاية في سوريا، على يعني على صعيد المواجهة، هل يمكن لميليشيات الكردية أن تقوم بالدور الذي تريده منها الولايات المتحدة في مواجهة إيران في سوريا؟ يعني أقصى ما يمكن أن تقوم به الميليشيات الكردية هي أن تمنع دخول الميليشيات من العراق إلى سوريا، أقصد الميليشيات الشيعية. نعم. يعني أن تكون هي حرس حدود. ولكن الآن المسألة أعقد من ذلك. الآن مئات الآلاف من الميليشيات الإيرانية هي داخل سوريا، هي الآن تندمج مع تشكيلات نظام بشار الأسد وتحمل هويات سورية، أي وكأنها هي جزء من الجيش. الآن إيران تستثمر وتستولي على عقارات كبيرة جدا ومراكز حيوية واستراتيجية في الريف الدمشقي وفي حمص. الآن نصف الضباط تقريبا، ضباط نظام بشار الأسد، نصفهم يوالي إيران ونصفهم يوالي الروس. أي فرز العلاقة، غربلة العلاقة بين إيران وبين نظام بشار الأسد
أعتقد لا يمكن لدور الميليشيات الكردية أن تقوم بهذا الدور، هي يمكن أن تقوم بدور محدود. نعتقد نحن أفضل طريقة هي لقطع دابر إيران من سوريا هي معالجة جذر المشكلة. جذر المشكلة هو وجود نظام بشار الأسد. طيب لمعالجة هذه المشكلة هل يمكن أن تتحول الولايات المتحدة في مواقفها وأن تدعم المعارضة من جديد؟ يعني هذا ما يتوقف على مجمل التفاهمات الروسية الأمريكية. نحن نعلم فيما سبق أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الروس الضوء الأخضر على الصعيد العسكري لينكلوا بالسوريين ويمارسوا القتل، وها يعني سمعتهم جميعا عندما يصرح جيمس جيفري في العاشر من الشهر الحالي إلى صحيفة الشرق الأوسط بأن الروس أخبرونا بالهجوم على إدلب ولكن أخبرونا بأنه هجوم محدود. إذن ثم رضا أمريكي على ممارسة الإجرام السوري داخل سوريا. هل سيصحو الأمريكيون ويوقفوا آلة القتل الروسية وينصفوا الشعب السوري؟ هذا ما يتوقف على الممارسات الأمريكية. كان معنا من الهاتف من إسطنبول الباحث السياسي السوري حسن نيفي، شكرا جزيلا لك.